تهم الشباب بشكل عام، طلاب جامعات أو باحثين أو حتى الناس المهتمين بالبزنس أو التقنية أو اللي بيعرف توقعاتي الشخصية. هي قراءة لزيارة الأمير محمد الأخيرة لأمريكا للشركات التقنية، وإيش انعكاسها على السعودية مستقبلا وبالذات علينا إحنا كشباب. هذه طبعا الأمور اللي أركز عليها في سنباتي اللي هم الشباب بالذات، أما بقية الأمور الثانية السياسية وخلافها طبعا لها حلها يعني. طبعا في العادة الصدق أني ما أحرص على يعني أتبع الأخبار السياسية أو الزيارات الخارجية، لكن بالذات الزيارة هذه كنت حريص جدا أتبع كل صغير وكبير عنها. ممكن عشان الزيارة الأخيرة كانت للسيليكون فالي والسان فرانسيسكو والأماكن الجميلة هناك، بديت شوية أحن الأيام الماضية ممكن. الزيارة ضمنت العديد من الشركات وفي مجالات مختلفة في الجانب المالي والترفيه والتقني والآخر، بس أنا بركز على الجانب التقني فقط وأبرز الشركات اللي زارها تقنيا. طبعا أبرز الشركات اللي تم زيارتها مثل ما شفت في السوشيال ميديا والأخبار الفترة الماضية شركة أبل، سيسكو، جوجل، فيسبوك، مايكروسوفت، وأيضا بعض رواد الأعمال اللي لهم باع طويل جدا في الاقتصاد تقني إن صح التعبير، مثل رئيس تنفيذي لشركة أوبر، مثل مؤسس لينكدين وغيره وغيره كثير. ما في تفاصيل كثيرة عن موضوع الشراكات والاتفاقيات اللي تمت، لكن الواضح أنه تركيز كبير جدا في مجال التدريب وتطوير الكوادر السعودية، وأيضا دعم الجوانب التقنية الموجودة في الرؤية 2030 والتسويق لها طبعا، وجلب مستثمرين في مجالات مختلفة وأبرزها التقنية. طبعا جميع التوقعات اللي بيقولها تحتمل الصواب او الخطا، لكن هي في النهايه اجتهاد شخصي لتجميع الخيوط اللي قاعد نشوفها كل يوم الثاني. التوقع الاول اتوقع انه يكون في توجه لرؤوس الاموال السعوديه للاستثمار في الجانب التقني سواء في الشركات الداخليه او خارجيه. هذا الشيء للامانه بدات ملامحه من سنه تقريبا او سنه ونص، صار في ثقة في الشركات التقنية واستثمار كبير جدا فيها، والأمثلة كثيرة. صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 3.5 بليون، يعني تقريبا 13 مليار ريال سعودي استثمر في أوبر، وأيضا رؤوس أموال في استثمارات كثيرة زي سناب شات وليفت وتويتر، واللي قاعد نشوفه في استثمارات زي كريم وغيرها من الاستثمارات التقنية اللي قاعد تصير هنا. أتوقع راح يكون في توجيه رؤوس أموال السعودية وفي ثقة شوي في الاستثمارات التقنية، يبتعدون شوي عن العقار، وهذا راح ينعكس السنوات الجاية. راح يكون فيه اهتمام كثير جدا لطلاب الجامعات او الباحثين او اعضاء التدريس في المهتمين في جانب التقنيه في علوم الحاسب وغيرها من التخصصات التقنيه. الناس المهتمه في الجانب هذا وخاصه طلاب الجامعه ركزوا كثير، لانه اتوقع راح يكون في طلب عالي جدا على المبرمجين وعلى الناس المهتمين في الجانب التقني. الشركات التقنيه اللي قاعد نشوف في العالم زي سناب شات، زي واتساب، زي انستغرام، طلعت من ناس عاديين جدا كان عندهم مشاريع صغيره وتم استحواذ الاستثمار عليهم من شركات. بعض الشركات زي جوجل، فيسبوك تطلع شركات مهتمه بالجانب التقني، لكن الاغلب الشركات التقنيه اللي تطلع للسوق هي طلعت من ناس عاديين جدا عندهم مشاريع صغيره. الجانب الثاني اتوقع يكون في نمو كبير جدا في واهتمام على مستوى عالي في مجال رياده الاعمال، وهذه بوادر طالعه من يعني من فتره. فنصيحتي للاباء يهتمون بتعليم ابنائهم في مدارس ممتازه جدا، لانه المميزين منهم راح يضم فرص تدريب في الشركات اللي تم زيارتها زي جوجل، فيسبوك وغيرها، لانه من ضمن الاتفاقيات والشراكات انهم يدربون سعوديين طلاب عندهم هناك في الشركه. وكل هالنقاط الاربعه اللي ذكرتها تصب في مصب واحد، انه الاقتصاد في الجانب التقني او في الشركات التقنيه راح ينمو نمو كبير جدا خلال العشر سنوات القادمه، وهذا بينعكس بشكل كبير جدا على الشباب السعوديين اللي يشتغلون في الجانب التقني. وبس في تجربة مماثلة اللي قاعد تصير الآن لنا تمت في عام 2004 لما زار الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، زار سان فرانسيسكو وعقد شراكات مع بعض الشركات زي مايكروسوفت وغيرها. انعكس هذا على تطوير الجانب التقني الأردنيين بشكل عام، ولو تلاحظون الآن بحكم تعاملي في الجانب التقني من أفضل الناس اللي يشتغلون في الجانب التقني مبرمجين وغيرها هم الأردن. وحتى على مستوى الشركات التقنية أبرز الشركات التقنية اللي طلعت في العالم العربي طلعت من الأردن، مكتوب وسوق دوت كوم وغيرها.
نقطة أخيرة لنا كشباب، الكل يعرف إنه النفط نازل والاقتصاد شوي مضروب في العالم وما في وظائف وإلى آخره، لكن فرص كبيرة جدا جدا جدا، ومتفائل خير صراحة على يعني الحماس اللي قاعد يصير من أكبر واحد لأصغر واحد. ركزوا على الجانب التقني اللي متوقع راح تكون فيه طفرة كبيرة جدا في المجال التقني، وعلى قولة الكويتيين راح تكون فيه هبة عندنا.